وقد عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم، وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، رافقت صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال.